ألف سلامة ليك يا هاني، ألف سلامة. خير يا دكتور؟ طمنا. المدام لازم تتنقل المستشفى حالا. مستشفى؟ بعد إذن سعادتك. أنا ممكن أجهز لسعادتك أوضة عمليات كاملة، وهوفر لحضرتك كل اللي أنت عايزه. المهم إن مدام مها تتعالج هنا علشان الشوشرة. من فضلك، الحالة اللي أنت بتقول عليها دي ما تستحملش الكلام ده. أنا أول ما جيت بلغت المستشفى واديتها خبر، وعربية الإسعاف على وصول. بعد إذنك. أيوة سالم بيه. لا للأسف الحالة عندي مش حلوة خالص. بقول لك إيه؟ هو عمل كده ليه؟ حسونا بيه ضرب مدامها بالنار عشان رفضت تتجوزه. ما تقولش رفضتني. ما رضيتش تتجوزه. مع إنه ما اترفضش يا أخي. بقول لك ما رفضتنيش. تمام يا باشا، تمام. ما هانم، سالم بيه للأسف مسافر، بس هو بيرجوكي إنك ما تصعديش الموقف، وأول ما هيرجع هيجي لسعادتك ويعمل لك التربية المناسبة، وكل اللي تطلبيه هيحصل إن شاء الله. أرجوك ما تجهداش بالكلام، الإصابة مش سهلة، المدام نزف الدم كتير. سليمان يا سليمان، ابعد رجالتك عني أحسن. اهدى حسونا بيه، اهدى، ابعدوا. سيد أرنولد. أمرك يا باشا. عايزكوا تاخدوا حسونا بيه على أي سويت فاضي، وهو من دلوقتي مسؤوليتكوا الشخصية انتوا الاتنين لحد ما اتصل بيكوا. تمام. طب وزعم القلق؟ الباشا شارب وشكله مش في وعي. هدوا بأي طريقة، احنا مش ناقصين مشاكل. حاضر يا باشا. باشا اتفضل معانا في السويت كده، تهدي لينا شوية. سليمان بيه، مدير عايزك. باسم بيه، ما انت عارف ما يأخرنيش عليك غير الشديد الأول. ده أنا حتى لقيت لك حتة صنف عالي أوي. كوكايين إيه بس؟ ما تفكرش غير في مناخيرك، حشيش. حشيش بس عارف. هكلمك تاني. ها حسونة بيه، أحسن؟ دماغي فيها ضرب شواكيش جامد أوي. يا نهار أبيض. بقول لك إيه؟ قهوة دوب للباشا. حاضر يا سيد. يلا. يا دكتور، ايه الحكايه ان مدام مها بتنظف المسدس الشخصي بتاعها طلعت منه طلقه غلط جت في كتفها؟ يا سليمان بيه، دي مسؤوليه كبيره ما اقدرش اتحملها. البوليس لازم ياخد خبر، والا هيبقى في مسؤوليه جنائيه علينا لو عرفوا ان احنا ما بلغناش. وهم هيعرفوا منين؟ دي مستشفى خاصه مش مستشفى حكومه، واحنا جاهزين لكل المصاريف والتكاليف وبالزياده كمان. اهم حاجه قراءه الفنجان تقوم لنا بالسلامه. وبعدين لو سالب بيه عارف ان انا طلبت منك باسمه ان الموضوع ينتهي ودي، وانت اصررت تبلغ البوليس، هيزعل. وبصراحه بقى لما سالم بيه بيزعل انا ما اضمنش يعمل ايه. الا زعل ده بالذات بقى بعيد عنك، حديد وبعيد، بالذات العرق التركي ده لما يقلب يا باشمهندس. لا باشا، هتخرج فين؟ صلي على النبي، ما تقول حاجه لارنولد. يا حسونا باشا، الامر اللي عندنا ساعتك تفضل معانا معزز مكرم لحد ما سليمان بيجي او يتصل ودينا امر جديد. يعني ايه؟ انتوا حابسيني هنا؟ لا يا باشا العفو، احنا اصغر من كده بكتير. انتوا كبار مع بعض بقى، بلاش تورطونا معاكم والنبي. احنا بس بنحافظ على لقمه عيشنا، وانت على راسنا من فوق يا باشا. ما تقول حاجه يا ارنولد. شفت يا باشا؟ اهو احنا من ايدك دي لايدك دي حسونا بيه. بس وحياه النبي خلي اليوم ده يعدي على خير. ترجع تاني؟ ترجع. مش هتسيب مكانك هنا لو المستشفى دي اتربقت فوقها لتحتها، ومحدش يعتم من الباب ده ولا يدخل جوه الا الدكاتره والممرضين بس. ولو المدير قال عقله وبلغ البوليس تبلغني فورا، وخصوصا حسونا بيه ما يعتبش ناحيه الاوضه دي. حاضر يا فندم. بقول لك يا ابو العز بيه، انا هروح اطمن من الدكتور واسبقني انت. اسبقك على فين يا عم؟ ده السباق هنا مش هنا.